انا عطيك الخبز ديال البطاطا، خبزه ديال البطاطا جو رائعين وشاش، وكيصبروا هاد الخبزات وكنتمنى المستمعات يجربوهم. انا خديت واحد البطاطا وحده كبيره شويه وسلقتها، حيدتها من الماء ديالها ومعسته بالفرشيط ديالها مزيان، وخليتها تتبرد. درت زلافه ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الفينو، شويه ديال الملح، والخميره ديال الدار، معلقه ديال حليب غبره، معلقه ديال السنيده، ومعلقه ديال الزبده، وكاس ديال الحليب صغير وغير صغير، والماء الكافي باش غادي نعجنوهم. نعاود المكونات. تفضلي. عندنا بطاطا وحده كنسلقوها وكنمعسوها وهي سخونه، كنسلقها شويه ديال الملح ونمعسوها ونخليوها تبرد. كنديروا زلافه ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الفينو دائما داك الرطب، شويه ديال الملح، والخميره ديال الدار، ومعلقه ديال حليب غبره كبيره، ومعلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وكاس ديال الحليب صغير، والماء دافي اللي غادي نعجنو به. كنخلطو المكونات كاملين مع هاد الزبده، كندلكو ديك الخبز ديالنا مزيان حتى كيدلك لينا، وكنزيدو ديك المعلقه ديال الزبده هي الاخر كندخلها صافي، وكنشد العجينه ديالي كنحربلها وكنقطعها كويرات، كنخليهم يرتاحو خصهم يخبرو مزيان صافي. كندهن لاطا وكنهزهم وكنضربهم غير شويه، ونخليهم تاني يرتاحو. كندير شويه ديال الحليب وشويه ديال السنيده فوق البوطه حتى كيذوب ليا ديك السنيده معاه، وكندهنهم بيه مزيان، وكنرشهم جنجلاد ولا بافو ولا اللي عند السيده، وندخلهم الفران يكون سخون وبالصحه والراحه. تبارك الله عليك مالكة. الله يبارك فيك أسامة، صباحكم مبروك. صباحكم مبروك. واحد التحية كبيرة لأمينة. إييه. اللي كنسلم عليها وكنسلم عليها سهام. وكنقول لها راه وحشناك. إييه. وصباحكم مبروك، الصديقات ديالي كلهم كنسلم عليهم اللي في الواتساب، ومجموعة كاملين اللي كيعرفوا مالكة من كازا كنسلم عليكم، وعواشركم مبروكة باش ما تمنيتو يا ربي. الله يبارك فيك، تبارك الله عليك لا مالكة، وشكرا لكل المستمعين.